يقولوا سنة وشيعة، كذب هذا. ايش سنة وشيعة؟ بدنا نشوف، بدنا نشوف هما صحيح وايش ماضيهم هذول الناس اصلا تا يقعدوا يخدعونا. ما هو هذا هو، انه تجعل المسلمين يظنوا انه سنة وشيعة وان هذه فتنة طائفية، وانه يعني في الاستعمار قاعد بين استعمار. الاستعمار زي ما قلنا كان قدروا اليهود من 67 لليوم يعملوا فتنة هون عندنا، او حتى اي مستعمر. وين تقدر اي مستعمر يعمل فتنة في اي بلد عربي اسلامي لما كانوا مستعمرين؟ ما قدروا. ما بريطانيا ما قدر. هم فرضوا عليك العداء، هم اللي فرضوا عليك العداء. وبالتالي الناس اللي بيقعدوا يسموها فتنة طائفية، هذول بدهم يخدعوا الامة في فترة ايش؟ انه الامة الان بتخوض معارك مصيرية، ما في مجال انك تقعد تتردد في الموضوع. ويطلعوا لك ناس ثعالب برز استعلب يوما في ثياب الواعظين ويكون لك فتنة طائفية. يعني شو؟ يعني اسكت مشان يدسوك، هيك المقصود، اسكت مشان يدسوك. هم متوقفين عن حربك اصلا حتى تقول فتنة طائفية؟ هم قالوا طيب، هم سحبوا وروحوا حتى تقول فتنة طائفية؟ بقتلوا الناس اذا. وانتو شايفين، والاعلام انا بديش اعطيكم شو بصير، انتو لابد انه بتسمعوا، ولكن واضح انكم مش عم بتشوفوا اصلا انه هذه الامة المقاتلة بطريقة خارقة فيش مثلها، سواء كان في سوريا او العراق. كل سوريا، كل العراق، كل اللي بيقاتلوا هذول، ما في امة مثلهم انه من كل العالم مجتمع. هذه حرب عالمية، هذه حرب عالمية. ها بس وانت كانت في حرب عالمية والخونة من عبك من جواك كمان ما عمرهاش حصلت. الخونة كمان من في عبك بيقاتلوا مع الاخرين هم.